لاباس معكم كنزة بلانكا ارتيست مغربية وانجليزية من انجلس. اسمحوا لي عربية ديالي مسكينة ايانا شوية ولكن ضروري كنحدا معكم. الارتيست سمية ديالي كنزة بلانكا جاية من كازا بلانكا حيد بابا من كازا كيقولوا لي بيبي فويس عيد سعوتي بحال شي واحد سريرة بحال البيبي ولكن انا مشي سريرة. بدأت The Voice عرب 2014 ولكن كان عندي مشكلة شوية حيت ما كانش عربية مزيان. ايوة experience معهم زوين زوينة بزاف. كنت ديت واحد كونسرت في لندن وواحد سيد شافني ومن بعد he invited me to apply for the Voice UK 2018. ايوا I applied والحمد لله they accepted me. عزلوني ما بين 20,000 artists وقيلة. ايوا من بعد بريت ندير شي حاجة عربية to represent Morocco و لكولتشر دي المغرب. كانت أول مغربية دات The Voice UK والحلم ديالي نهز بجرابو مغربي وعاون موروكو ميوزيك in the UK. بغيت نقول شكرا بزاف مغرب for the love and support. Really appreciate it and thank you.